أخبار اليوم. أهلا بكم مشاهدينا مشاهدي بوابة أخبار اليوم، حلقة جديدة من شارع الصحافة، واليوم تطالعنا أخبار المساء بمجموعة كبيرة من العناوين التي تصدر غدا إن شاء الله. وفي هذا الصدد يعني الكاتب الصحفي الأستاذ شهاب العلكي مدير عام تحرير الأخبار المسائي يطالعنا عن أهم العناوين التي تصدر غدا إن شاء الله في الأخبار المسائي. أولا نرحب به. أهلا وسهلا بك، كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة شهر رمضان المبارك، وإن شاء الله مصر بخير وأخبار اليوم بخير والأخبار المسائية بخير إن شاء الله بإذن الله. حضرتك نعلم أن النهاردة الأخبار المسائية انفردت بأخبار قوية وكثيرة جدا تهم المشاهدين، حضرتك إيه أبرز العناوين والمثيرة جدا لشارع مصر إن شاء الله؟ والله من أهم العناوين في الأخبار المسائية غدا إن شاء الله بإذن الله، طبعا الحكومة تطعن على إلغاء قرار تيران وسنافير، طبعا ان هو معروفين طبعا ان هي طبعا في الحكم طبعا، ولكن في قانونين مجلس الدولة ليس مختصا، النواب طبعا البرلمان سيد قراره، القوى السياسية وسائق جديدة امام الإدارية العليا، لان طبعا الموضوع ده طبعا سيتم عرضه على الإدارية العليا في مجلس الدولة، وهي طبعا ستتخذ القرار المناسب الذي يتم صدوره من اجل مصلحة البلد ان شاء الله باذن الله، باعتراف بان هذه الجزيرتين جزيرتين مصريتين او جزيرتين سعوديتين للشقيقتين السعوديين. وطبعا احنا نحترم القضاء ونحترم اراده الشعب المصري، ونتمنى ان شاء الله باذن الله ان تكون مصر في امن وامان واستقرار بعيدا عن الاثاره والفتن والمتاجرة بهذه القضايا وبهذه الجزيرتين إن شاء الله بإذن الله، لأن مصر والسعودية دولتين شقيقتين. حضرتك إذن لدينا ملف كبير موجود إن شاء الله في أخبار المساء تصدر غدا إن شاء الله، تحدث عن موضوع تيران وصنافير الجزيرتين المصريتين السعوديتين. والله هو احنا طبعا عملنا موضوع صفحه، وان شاء الله طبعا يعني باذن الله ندعو القارئ للاطلاع عليه، لان احنا عملنا طبعا خدم قرار وعملنا عليه متابعه مع المختصين من طبعا رجال القضاء، وبالاضافه لذلك للسياسيين والبرلمانيين، بالاضافه لذلك الى رجل الشارع المواطن المصري الذي يشعر ببلده وبهموم بلده، خدنا رأيه أيضا. يعني هو طبعا يعتبر الصفحة تعتبر صفحة شاملة حول هذا القرار. حضرتك ايه تاني ان شاء الله بكره هيكون موجود في الاخبار المسائية؟ خبر طبعا ان هو طبعا العلاوه، ودي بتبقى خبر خدمي وبشرى لكل العاملين في الدوله، الماليه توافق على رفع العلاوه الدوريه للعاملين الى 7%. طبعا بالاضافه لذلك ان هناك في طبعا اخبار عن طلاب الاحياء والجغرافيا في الثانويه العامه هيصين، وطلاب الاستاتيكا ليسين. وعن الرياضه ايضا في الرياضه طبعا عندنا يعني في موضوعات عديده ومتنوعه ومتعدده في الاخبار المسائي، انا مش هقدر لا يمكن حصرها. طبعا هناك عندنا الاهلي ينتفض قبل مواجهه الدراويش الحاسمه طبعا، والزمالك يتضامن مع الاسماعيلي، في بالنسبه لليورو البرتغال وبلجيكا يشعلان جوله الحسم ان شاء الله في بطوله اليورو طبعا الاوروبيه ان شاء الله. هناك الكثير من العناوين والاخبار المثيره والمهمه جدا للشارع المصري نتابعها ان شاء الله في الاخبار المسائيه صدر غدا ان شاء الله. ان شاء الله هناك موضوعات يعني عندنا الحمد لله عدد طبعا مميز من خلال عمل الزملاء بأسر التحرير أخبار المسائي، طبعا في موضوعات مميزة في الاقتصاد، في السياسة، في البرلمان، في الحوادث، في الأخبار الاجتماعية، يعني العدد إن شاء الله سيتضمن مجموعة أعمال صحفية لزملاء صحفيين متميزين. أستاذ شهاب، في هذا الصدد أن الكثير يتساءلون، يعني الأخبار المسائي تقوم بعمل قوي جدا ومجهود جبار، ولكن ماذا خلف الكواليس؟ من هم الذي يعملون؟ من هم الذين يعني يقوموا بطبخ هذه الطبخة الصحفية يوميا؟ والله هو بالنسبة للعمل يعني ليس العمل الصحفي يقوم به الزملاء الصحفيين فقط، ولكن هناك كتيبة عمل تعمل وراء الزملاء الصحفيين طبعا في الديسك وفي التصحيح
وفي الإخراج الصحفي وفي التنفيذ الصحفي. وإحنا دينا في داخل غرفة التنفيذ الصحفي طبعا على أساس دي كتيبة العمل اللي بتقوم بتنفيذ الجرنان وإخراجه في صورة جيدة للقارئ. ولولا هذه الغرفة من التنسيق مع الإخراج الصحفي ما يخرج هذا العمل في الثوب الجيد، لأن هم اللي يعتبر هم الذين ينفذون فترينة العرض للأخبار الصحفية وفي الموضوعات الصحفية من خلال طبعا الإخراج ومن خلال التنفيذ. حضرتك دعنا في شهر الصحافة النهاردة يعني تقدم لنا مجموعة من هذه الكتيبة يعني التي هي دوما لها دور كبير في إصدار الأخبار المسائية. والله هو طبعا نبدأ بالأستاذ أسامة. طبعا أسامة الشربيني ديزاينر وإخراج صحفي وتنفيذي جورنال. حضرتك بالظبط انت يومين بتعمل ايه في الطبخة الصحفية للأخبار المسائية؟ الماكت ممكن يجي بنفس الصورة دي كده، وطبعا بعد تعديل المادة والديسك بيتم التنفيذ من خلال الجهاز، وبيتم كل المكونات الموجودة على قلب الصفحة بتنزل بالشكل اللي انتوا شايفينه كده. محمد نجيب جرافيك، بنشتغل على تعديلة الصور وتظبيط الصور لكوبيهات وصور عادية، بس بنحاول احنا نطلع الجورنال في احسن صورة. بس جرافيك تعديل وتظبيط الصور، قص صور، تركيب صور، كل حاجة متخصصة بالصور. ناصر إمام سيد أحد أفراد تجهيزات الفنية لجريدة الأخبار المسائي. هنا بيجي لنا الشغل طبعا مرسوم على ماكيت، فاحنا طبعا بحكم شغلنا وخبرتنا فبنقدر ان احنا نعمل الشغل على اكمل وجه وبنطلعه على احسن صوره زي ما حضرتك واضح كده على الشاشه برضو. وبعد كده بيخرج الشغل من عندنا بيبدا يخش مرحله التصحيح، بعد كده بتروح لرئيس التحرير ومنها بيجي لنا تاني بدنا نعمل اخر تعديلات ونبعت بعد كده عمليه الارسال على اكتوبر على المطبعه في اكتوبر على طول. معاك صابر في قسم الاخبار المسائي، بنعمل الجراف بتاع الجريده، بتيجي الماكيتات وبتم تنفيذها وبتحول للمنفذين وبيتعمل فيها الشغل المطلوب كله، يعني ان كان خبري او حدث او اي شيء يعني او تحقيقات او كده. جراف، وقبل ما بنبعت الارسال عشان المطبعه بنشيك برضه على النموذج والمكت وتم كله تنفيذه وتصحيحه وكده بيتم الارسال. انا مصطفى احمد وشغال في جريده اخبار اليوم وبشتغل في الجامع. انا اللي اعرفه ان اوقاتكم كلها بتصلوا هنا، بتاكلوا هنا، بتصلوا هنا، بتسحروا هنا، شفتات برضه. معظم الاوقات اللي احنا هنا بنسحروا هنا بيبقى معظم الافطار هنا ومعظم السفر هنا. يعني كما خير انتم ليكم خندق داخل اخبار مساء عشان تطلعوا العدد كما يكون. الحمد لله تعالى. اسمي من مجدي، شغال في مؤسسه اخبار اليوم قسم الديزاينر، مسؤول عن الطبعه الاولى والطبعه الثانيه. في احنا المفروض بنستلم المكتات من الاخراج الفني، واحنا بنستلم الماكت وكده، ومفروض بنطبق الشغل دوت عملي على الكمبيوتر على برنامج الديزاينر. بيكون مسؤول عن الطبعه الاولى والطبعه الثانيه. بالنسبه في رمضان اغلبيه وقتنا في الجرنان، يعني اذا كان فطار او سحور يعني. بس مشاهدينا ومشاهدي بوابة أخبار يوم، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية حلقتنا من شارع الصحافة، وكان معنا الكاتب الصحفي الأستاذ شهاب العلكي مدير عام تحرير أخبار المسائي. نشكره على هذا اللقاء. شكرا لك. شكرا على هذه الجولة الجميلة في شهر رمضان المبارك وسط طبعا غرفة التنفيذ اللي هم كتيبة العمل الصحفي المعاون للزملاء في المحررين الصحفيين وفي الإخراج وفي التصحيح وفي الديسك. شكرا لكم جميعا ونتمنى بالتوفيق إن شاء الله لأخبار المسائي والأخبار اليوم إن شاء الله.